بسم الله الرحمن الرحيم. الحفل الكريم أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان، نحييكم ونتابع معكم هذه الانطلاقات وتكملة لهذا اليوم الجميل، يوم من أيام الإذاع، يوم من الإمتاع، يوم من أيام الرموز التي شاهدتموها جميعا عبر الوطن العربي الكبير، والتي شاهدتها عبر قناة الريان والقنوات الناقلة لهذا المهرجان الكبير، مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. نتابع انطلاقة الشوط الثالث عشر والمركز الأول في هذا الشوط هناك مشاهدي الأعزاء، اللي تابع الهجن العاصفة حصباه وغياث الهلالي من يقودها في عملية التضمير. المركز الثاني هناك وصول من مثيرة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل الهيان مع أحمد بن خلفان بالصايق المزروعي الجنتن مال، هو من يقودها. المركز الثالث يأتي مشاهدينا دور هناك غلا لسمو الشيخ ذياب بن سيف محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين الذي بدأت تتقدم كما نتابعها. الدخول والقدوم من قبل الحقة اللي تابع لهجن رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة علي بن يميل الظافر، تأتي في المركز الرابع. المركز الخامس الدخول من مدللة اللي تابع لهجن العاصفة هناك غياث الهلالي. النداء الأول مشاهدينا متابعة قوية ومتابعة جميلة مع هذا التنظيم الذي متعودين به دائما في ميدان التحدي. يا سلام على هذا النقل الحي والمبشر، وهنا الأداء جميل، واللي تقدمت الآن كما تابعناها بالنداء الأول. هناك مشاهدينا حسب من هجن العاصفة اللي قادمة مشاهدينا بقوة، ومن هذه الأداء الجميل هناك غياث الهلالي يدفع بالمركز الأول والثاني ما شاء الله وتبارك الرحمن. والدخول هناك الفائزة هجن الشحانية التي كان لها نصيب الأسد في الرموز في هذه الأمسية الجميلة، ويقودها ما شاء الله هنا الفائزة. هناك سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي العملاق. المركز الرابع بالرقم 4 اللي قادمة هناك مثيرة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان ومع أحمد بن خلفان بالصايق المزروعي اللي وصلت الآن وبدأت تتسلل. والظبي قادمة بقوة من هجن الرئاسة مع أحمد بن مطر الخيالي الفيلسوف الذي يقدم كل جميل مع هذا الشعار الأحمر. مشاهدينا هنا الانتقال، هنا الأداء، شوف التي وصلت الأخرى اليمامة من هجن العاصفة مع غياث الهلالي اللي دافع بأكثر من اعتاد مع هذا الشعار الملكي مع أحد المؤسسات العملاقة التي تأتي بقوة في كل الأشواط. ما شاء الله منافسة قوية وأداء جميل في ميدان التحدي بالشحانية. الله، مهرجان كبير.
كبير، مهرجان كبير مع الجماهير الغفيرة اللي أيضا مشاهدي الأعزاء متواجدين هنا في الميدان وخلف الشاشات. المركز الأول ما زالت تقدم الأداء الجميل حسباه من هجن العاصفة، متقدمة مع غياث الهلالي وصيفة لها أيضا بنفس الشعار الملكي. هناك القدوم من مدللة من هجن العاصفة وغياث الهلالي، الظبي قادمة مع الأحمر، الظبي قادمة مع هجن الرياسة مع الفيلسوف مع أحمد بن مطر الخيالي. هناك أيضا دور قادم ودور اللي قادم، هناك اليمامة من هجن العاصفة تأتي رابعا أيضا مساندة لهذا الشعار الجميل مع غياث الهلالي. الخامسة هناك قدوم من مثيرة ومثيرة أيضا مشاهدي الأعزاء، مملوك لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان مع الجنت المال أحمد بن خلفان بالصايق المزروعي. هذيل الخمسة، ولكن مخرجنا الجميل أعطني الشعارات القادمة مع الكادر الثاني مع الكاميرا الثانية، كاميرا قناة الريان، هذه التقنية العالية الجولة، الكاميرات الـHD ذات الصورة الرائعة والجميلة مشاهدينا اللي تابعوا عبر هناك التلفاز كأنهم في الميدان. الله، لكن عودة إلى المقدمة مرة أخرى، يختلط الحابل بالنابل من خلال وجود هذه الشعارات الجميلة والمؤسسات العملاقة. المركز الأول، شوفوا الصدارة، شوفوا المقدمة، اليمامة، يا اليمامة بدأت تتقدم من عمق الميدان، هجن العاصفة تأتي الشحانية، قدمنا وصل الأدعم، وصل الأدعم المدعم بالكثير من السبق بالأداء الجميل، وشوفوا وصول أيضا من عمق الميدان والتي بدأت تتسلل. الله، الغزيل، الغزيل لهجن الشحانية وسالم بن فاران الذهبي، وهو اسم على مسمى، اليوم كل ذهبي بن فاران وكالعادة. يا سلام، حاضر في التتويج والمنصات، التتويج مع الأدعم مع العنابي مع العنابي، يا سلام. شوفوا الشحانية بدأت تتقدم، الغزيل، الغزيل انطلقت العاصفة مطاردة كالعادة، منافس قوي مع هناك الظبي اليمامة، ومن الجانب الدوني هنا حصبة من هجن العاصفة. والمركز الثالث، تأتي الرياسة، يا تأتي الظبي من هجن الرياسة، محمد بن عتيق المجازف أيضا وصل من خلال هذه المشاركة وهذا الشوط الذي أمامكم. الله الله، هناك وصول من السلام، والجات وصلت من هجن الشحانية سلطان الوهيبي، ولكن شوف القدوم، شوف التقدم، الله على الشوط، الله على الأداء، وصلت وصلت والجات وصلت، يا سلام. ولكن شوفوا شوفوا العاصفة الشحانية، الرياسة، العاصفة الشحانية، الشحانية، الشحانية تزيد من سرعتها، تزيد من انتصاراتها، تزيد من قوتها. سلام للعنابي، سلام، وسلام للأدعم، سلام وتحية لهجن الشحانية والجماهير الغطرية، وتهانينا لسلطان بن محمد بن سالم العملاق. المركز الثاني، هجن الرياسة اللي هي مشاهد الأعزاء الظبي مع محمد بن عتيق، والمركز الثالث التي وصلت أيضا اليمامة من هجن العاصفة مع قياث الهلالي، المركز الرابع الشحانية أيضا، والمركز الخامس التي وصلت مدللة من هجن العاصفة. هذا هو كان الشوط الحفل الكريم، نعود لنتابع بالحركة البطيئة مع مخرجنا، مخرجات السباق، 9 دقائق و8 ثواني
وثمانية أجزاء من الثانية مشاهد الأعزاء هي التي فازت بهذا الشوط من هجنة الشحانية والكات. نعم هي تهانينا شكرا لسلطان محمد الوي بالمركز الثاني. شوف العاصفة من الجانب الآخر التي تسللت التي رقمها بالفعل الإمامة من هجنة العاصفة بعد الإعادة إفادة 9 دقائق و9 ثواني وأربعة أجزاء من الثانية. تهانينا هجنة العاصفة المركز الثالث. تصل أيضا هجنة الرياسة بتوقيت ثمن وقدره 9 دقائق و9 ثواني و5 أجزاء من الثانية الظبي لهجنة الرياسة. وشكرا للمجال.